خلينا نتكلم بتفاصيل اكتر. لو حد في البيت مهتم بحاجه زي كده الشكل العلمي، ازاي قدرتي تحولي فكره تكاد تكون بالنسبه لناس كتير اذا الموضوع صعب قوي وكبير قوي عليا لواقع؟ من الريسيرش والقرايه، واسال كتير واروح للبروفيسور ده واروح للبروفيسور ده، ويعني مش باخد وان سورس بس ان ده هو ده السورس الوحيد، بس دايما عندي بتنوعي بنوع واسال ناس كتير اكسبرتس في الفيلد واقرا كتير واذاكر كتير. الموضوع ما كانش سهل خالص واخد سنين كتير لحد يعني ما وصلت اللي انا يعني البيزنس دلوقتي، وان انا اقدر احول ده لحاجه كوميرشلي افيلبل للناس وان هم يقدروا يستخدموها ويطلع منها فانكشن، يعني حاجات فانكشنال برودكتس. فتعب ومجهود وسبورت من اهلي فظيع ومن صحابي والناس اللي امنت بالفكره يعني الحمد لله. طيب قولي لي بقى بشكل علمي البروسيس بيبقى ماشي ازاي، ازاي الماده دي اتكونت؟ اوكي، في الاول بجمع القشور دي سواء قشر البيض او قشر المكسرات من مثلا يعني مخابز مصانع. رحتي واتفقتي معاهم ان هم يجمعوا باخد الويست بتاعهم لوكال فارمز مثلا، فده بيبقى ويست عندهم اون ديلي بيزس. باخد القشور دي باخدها المصنع بغسلها وبعقمها وبتاكد ان مفيش اي بكتيريا، وتخش طبعا في حراره عاليه. بعد كده يعني بطحنها وبطحنها بس برضو باحكام مختلفه علشان بجهز الخامه على حسب الابلكيشن اللي هعمله. لو هعمل مثلا ترابيزه مثلا غير ما هعمل جوليري، غير ما هعمل مثلا قلم، غير ما اعمل يعني على حسب، غير ما اعمل لايتنج. فلو حاجه هتتحمل ويت اكتر فبحاول احسب الخامه هحط فيها قشور قد ايه او كده وبكبسها. ونوع القشور بالضبط، نوع القشور وبكبسها وبيطلع منها شيتس، وممكن يطلع منها فيلمنتس لل 3D printing، وينفع تتعمل لها حقن برضو في لو تطلع ماس برودكشن، فليها كذا مجال للبرودكشن وتطلع باشكال مختلفه. طيب عايزين بقى نتكلم عن يعني دلوقتي انت قدرتي تحققي حاجه كبيره وقدرتي تنتجي ماده معينه بتتحلل وتبقى ريبليسمنت او بديل للبلاستيك، دي فكرة وكان ممكن تكمل وعملتي الماجستير عليها والفكرة بتاعتك، ليه بقى قررتي او امتى جاتلك الفكرة ان انت تفتحي بيزنس خاص بيكي؟ لان ده مجال وده مجال تاني خالص. صح، يعني انا لما لقيت في انترست كتير قوي من الناس ان هم عايزين يشتروا الحاجة دي او عايزين يلاقوها فين او يجيبوها منينها، ما حبيتش ان الموضوع يبقى مجرد بس كونسبت او فكره وخلاص وتتساب في الدرج. لا، حبيت ان انا اشغلها وتبقى حاجه بزنس، وان الناس ممكن تقدر تشتري الخامه دي او تشتري المنتجات دي. اقدر ان انا اتشارك مع مثلا ديزاينرز تانيين او شركات تانية لو اوصف لهم الخامه مثلا زي ما هم عايزينها، فانها تبقى حاجه عمليه ومفيده. عشان ده وده بقى يجي من الباك جراوند بتاع بينج ا ديزاينر، بحب اعمل فانكشنال برودكتس او يعني تو اوفر ا نيو سوليوشن فور ذا يوزرز. فده جزء بقى ان انا حبيت انها نوت جاست ا كونسبت وانها تبقى افيلبل للناس.